صباح الخير يا صغاري. صباح النور. كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله. اليوم يا صغاري، بداية دعوني أعرفكم بنفسي. أنا المعلمة رنا محمود من مدرسة الشهيد يامي محمد فياض، مدرسة لمادة العلوم درس موجب وسالب. بداية دعونا نتعرف بأسمائكم صغاري. الرفيق الطليعي ورد علي. الرفيق الطليعي يزن عفيف. الرفيق الطليعي حيدر تحيموش. الرفيق الطليعي يالي مار نقار. الرفيق الطليعي لور سعد الدين. الرفيق الطليعي زينة محمد. أهلا بكم صغاري. بداية دعونا نشاهد هذا الفيديو، مقطع الفيديو، وبعدها سنطرح بعض الأسئلة. هل أنتم جاهزون؟ نعم. إذن لنتابع معا يا صغاري. والآن يا صغاري، من يقول لي ماذا، عن ماذا تحدث الفيديو؟ تفضل حيدر. عن الدارة الكهربائية. عن الدارة الكهربائية، أحسنتم. والآن يحضرني سؤالا، ولكن بعد متابعة مقتطفات من الفيديو الآخر. ركزوا معي يا صغاري. الدائرة الكهربائية البسيطة. ما هي مكونات الدائرة الكهربائية البسيطة؟ تتكون الدائرة الكهربائية البسيطة من مصدر كهربائي، مجموعة من الأسلاك، مفتاح التوصيل، ومصباح. عندما نقوم بإغلاق الدائرة الكهربائية بواسطة المفتاح، يتم توصيل الطاقة الكهربائية إلى المصباح ليضيء. وعندما نفصل المفتاح، فإنه يقطع الطاقة عن المصباح فينطفئ. وهكذا يمكن صنع عدد لا متناهي من الدوائر الكهربائية البسيطة لتوصيل الأجهزة الكهربائية. نكتفي بهذا القدر صغاري. والآن سؤالي لكم يا أحبائي، ما هي مكونات الدارة الكهربائية؟ من يقول لي؟ تفضل يا لور. تتكون من الخلية الكهربائية. فقط إجابة واحدة. القاطعة. من القاطعة، جزاك الله كل الخير. بوركتي صغيرتي، تفضلي. زينة.
أسلاك التوصيل. أحسنت يا زينان، جزاك الله الخير، تفضل. المصباح الكهربائي. أحسنت يا ورد، بوركت. الأسلاك الكهربائية. أحسنت يا صغيري، وماذا أيضا؟ الخلية الكهربائية. الخلية الكهربائية، أحسنتم، بوركتم صغاري. الآن سوف أقوم بسؤالكم عن ما وظيفة المصباح الكهربائي. ما وظيفة المصباح؟ تفضل يا ورد. آلة كهربائية تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية. أحسنتم. من يقول لي ما هي وظيفة القاطعة الكهربائية؟ القاطعة، تفضل يا حيدر. وصل التيار الكهربائي، تحكم في وصل التيار الكهربائي وفصل التيار الكهربائي. شكرا، جزاك الله كل الخير. وأيضا الخلية الكهربائية ما هي وظيفتها؟ تفضل يا ليمار. تزود الدار المغلقة بالطاقة الكهربائية. بوركتي. أيوة. وتنظم حركة الإلكترونات فيها. شكرا، جزاك الله كل الخير يا صغيرتي. الأسلاك، من يقول لي الأسلاك ما هي عمله، ما هو عملها؟ تفضلي. تنقل التيار الكهربائي. أحسنتم، تنقل التيار الكهربائي. صغاري، سأقوم أيضا، سنقوم بمشاهدة الفيديو الأخير، وسنطرح أسئلة عليه. ركزوا معي، تابعوه بدقة. سنكتفي بهذا القدر هنا أصدقائي صغاري. سؤالي لكم هو: ما سبب إضاءة المصباح في المرة الأولى وسبب انطفاء المصباح؟ أما المصباح مطفأ في الحالة الثانية، من يقول لي؟ تفضل يا ليمار. عند إغلاق الدار الكهربائية يضيء المصباح، وعند فتح الدار الكهربائية لا يضيء المصباح. أحسنتي، هل جوابها صحيح يا صغاري؟ نعم. إذن صفقة، شكرا لك. وعند فتح الدار لا يضيء المصباح. أحسنتي. والآن يا صغاري سأريكم هذه الصورة. من؟ دققوا جيدا يا صغاري في هذه الصورة، ماذا نرى في الصورة؟ تفضلي يا لور. القطب الموجب والقطب السالب. القطب الموجب والقطب السالب، أحسنتي. ما هو
ما علاقة هذه الصورة في درسنا؟ إذا ما عنوان درسنا لهذا اليوم يا زين؟ موجب وسالب. موجب وسالب، أحسنتم، شكرا لكم. سأقوم الآن بتطبيق استراتيجية لنوزع بطاقات التقويم المرحلي، فليتفضل ساعي البريد إلى هنا، مشكورا. تفضل يا صغيري وقم بأدائي. تفضل. أنا ساعي البريد موظف مفيد، أوصل الرسائل لمن يريد، فمن يريد؟ تفضل. تفضلي. لنقم بطريقة المجموعات، كل مجموعة لتبدأ بالحل، وعند انتهاء المجموعة من الحل تضع قلمها جانبا ويقرأ قائد كل مجموعة نتائج ما توصلت إليه مجموعته. معكم دقيقة واحدة. أحسنت. أحسنتم. أنتم يا صغاري، انتهى الوقت، الرجاء وضع الأقلام جانبا. والآن صغاري قائد المجموعة الأولى فليقرأ السؤال ونتائج ما توصلت إليه مجموعة. حركة الإلكترونات في دارة كهربائية تدل أم لا تدل على مرور التيار الكهربائي؟ حركة الإلكترونات في الدارة الكهربائية تدل على مرور التيار الكهربائي. أحسنت يا صغيري، شكرا لك. تدل إضاءة المصباح على مرور أم عدم مرور التيار الكهربائي فيه؟ تدل إضاءة المصباح على مرور التيار الكهربائي فيه. هل إجابته صحيحة؟ نعم. أحسنتم، شكرا لكم. تفضل يا قائد المجموعة الثانية. الأسلاك الكهربائية تسمح أم لا تسمح بحركة الإلكترونات فيها؟ الأسلاك الكهربائية تسمح بحركة الإلكترونات فيها. تتحرك الإلكترونات في الدارة الكهربائية المغلقة باتجاه واحد أم بعدة اتجاهات باتجاه واحد؟ أحسنت يا صغيرتي بوركتي. تفضلي يا لور. الخلية الكهربائية تزود أم لا تزود الدارة بالتيار الكهربائي؟ الخلية الكهربائية تزود الدارة بالتيار الكهربائي. أحسنت، جزاك الله كل الخير. الخلية الكهربائية تسبب إيقاف أم تحريك الإلكترونات في الدارة المغلقة؟ الخلية الكهربائية تسبب تحريك الإلكترونات في الدارة المغلقة. أحسنتم، شكرا لكم صغاري. والآن لنقرأ أقارن النتائج ثم أختار الإجابة الصحيحة. الخلية الكهربائية كما أجبتم عليها تزود الدارة بالتيار الكهربائي، وأيضا الخلية الكهربائية أيضا كما أجبتم على السؤال تسبب تحريك الإلكترونات في الدارة المغلقة. أيضا الأسلاك الكهربائية تسمح بحركة الإلكترونات فيها، وتتحرك الإلكترونات في الدارة الكهربائية المغلقة باتجاه واحد. حركة الإلكترونات في دارة كهربائية تدل على مرور تيار كهربائي، وتدل إضاءة المصباح على مرور التيار الكهربائي فيه كما تفضلتم وأجبتم عليها، مشكورين صغاري. ولكن الآن يحضرني لنصل بالاستنتاج إلى الاستنتاج والتعميم الأول من الدرس. سنقوم بتنفيذ لعبة. هل أنتم جاهزون؟ نعم. سوف نسميها القفل والمفتاح، وهي أيضا استراتيجية تسمى القفل والمفتاح. تفضل، هذا هو القفل وهذا أيضا القفل. تفضلي يا لور. سأقوم. تفضلي يا زينة. تفضلي يا حيدر. تفضلي. من لديه؟ تفضلي. أولئك ليزان مشان من أجل المجموعات. هذه اللعبة تقوم على ماذا؟ ما القفل الذي لديك بعنوان ماذا؟ التيار الكهربائي. التيار الكهربائي، هذا القفل سيكون له مفتاح خاص به، وهو إجابة التيار الكهربائي. كل شخص لديه مفتاح التيار الكهربائي فليرفع يده لتتم
تفضل. التيار الكهربائي هو حركة الإلكترونات في الدارة الكهربائية المغلقة. أحسنت. إذن القفل التيار الكهربائي ومفتاحه هو حركة، تفضل اقرأه. حركة الإلكترونات في الدارة الكهربائية المغلقة. أحسنتم يا صغاري، إذن هذا القفل وهذا مفتاحه. تفضلي يا من لديه القفل أيضا، لورد، تفضلي اقرأي القفل. الخلية الكهربائية. من لديه مفتاح، تفضلي. تزود الدارة المغلقة بالطاقة الكهربائية وتنظم حركة الإلكترونات فيها. أحسنتي، شكرا يا صغيرتي. وأنت؟ أنا الأسلاك الكهربائية، ليس لدي أي قفل. أحسنتم يا صغاري، إذن لنصل إلى التعميم الأول من الدرس، الاستنتاج، وهو اقرأ بصوت واضح. حيدر. الخلية الكهربائية تزود الدارة المغلقة بالطاقة الكهربائية وتنظم حركة الإلكترونات فيها. أيضا تفضل لي يا ورد، اقرأ. التيار الكهربائي هو حركة الإلكترونات في دارة كهربائية مغلقة. أحسنتم يا صغاري، شكرا لكم. لننتقل إلى السؤال الآخر لما تبقى من الدرس. صغاري، أريد منكم الآن إمعان النظر جيدا في هذه الصورة، وننتبه إلى الخلية الكهربائية ولنحدد جهة التيار الكهربائي في الدارتين الكهربائيتين الأولى والثانية لنصل لاستنتاجنا الثاني. ما هي جهة التيار الكهربائي خارج، انظروا صغاري، خارج الخلية الكهربائية؟ من يقول لي؟ تفضلي يا زينة. من القطب الموجب إلى القطب الثالث. أحسنت يا صغيرتي. من يعيد؟ إذن خارج الدارة، خارج الخلية الكهربائية، من تفضلي. من القطب الموجب إلى القطب الثالث. أحسنت يا صغيرتي، بوركتي. صفقة لكم جميعا. صغاري، والآن يحضرني سؤال، هو سؤال التفكير الناقد والعصف الذهني. هل أنتم جاهزون؟ نعم. أمامي الآن مجموعة من أعواد المثلجات الجميلة وقد كتبت أسماؤكم عليها. من سأسحب اسمه سيكون هو من سيجاوب على السؤال. هل أنتم جاهزون يا صغاري؟ نعم. بدأت القلوب تدق. من يا ترى صاحب الإجابة الصحيحة؟ من سيتم الاختيار عليه؟ من سيقع الاختيار عليه؟ ورد، علي. صغيري، سؤال التفكير الناقد هو لك: في أي اتجاه تتحرك الإلكترونات داخل الخلية عند إغلاق الدارة الكهربائية؟ من القطب السالب إلى القطب الموجب. أحسنت يا صغيري، إذن من أي اتجاه لنعيد؟ من القطب السالب إلى القطب الموجب. أحسنت يا صغيري، شكرا لك. من القطب السالب إلى القطب الموجب. السؤال الثاني، صغاري، فلنفكر جيدا. نسمع كثيرا عن نشوب حرائق، أليس كذلك؟ نعم. أسمع عن نشوب حرائق ناتجة عن الكهرباء. فكرت كيف يمكن أن يحدث ذلك، وما هي مخاطر الكهرباء وكيف يمكن تفاديها. الآن يا صغاري، أمامكم في دفاتركم، أريد من كل واحد منكم أن يكتب لي سبب من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث الحرائق. معكم دقيقة واحدة. في هذه الأثناء سنشاهد مشاركات من داخل الغرفة الصفية لزملائنا في الصف، كيف شارك معنا أصدقائنا من داخل الغرفة الصفية بتنفيذ الدرس. لأنها
المصباح يريد 3 فولت وكل بطارية 1.5 فولت سطعت 3 فولت أصبحا 3 فولت عندما فيضيء المصباح عندما أصل القاطعة. وعندما أفصل القاطعة لا يضيء المصباح لأنها تقطع الكهرباء عن المصباح. دعنا نرى ماذا صنع. أعيد التجربة رجاء. ماذا فعلت الآن؟ وصلت القاطعة من البطاريات على الإسلاك فضاء المصباح. وعند فصل القاطعة؟ لا يضيء المصباح لأن لا يصل الكهرباء إلى المصباح. دعنا نرى. شكرا لك. شكرا لكم صغاري ولجهودكم داخل الغرفة الصفية. بوركتم يا أحبائي. والآن سنعود إلى سؤالنا. كنت قد طرحت لكم عليكم سؤالا، ما هي أسباب حدوث الحرائق؟ وأريد من كل واحد منكم إجابة عليه. تفضل صغيري. بسبب مسك الأدوات الكهربائية وجسمي مبللا بالماء. أحسنت، شكرا لك. تفضل يا جازان. ادخال الاجسام المعدنيه كالمسمار والاسلاك المكشوفه في مأخذ الكهرباء. شكرا لك يا صغيري. تفضل يا حيدر. صيانه الاجهزه الكهربائيه، ترك التيار الكهربائي موصولا عند صيانه الاجهزه الكهربائيه. احسنت. النوم في غرفه مغلقه والمدفأه مشتعله. بوركتي يا صغيرتي. وصلوا أكثر من جهاز كهربائي في مأخذ واحد للتيار الكهربائي. أحسنتي. هو لمس الأجهزة الكهربائية ويدي مبللا بالماء. يدي مبللة بالماء. أحسنتي يا صغيرتي. لنشاهد الصور لأخطار الكهرباء. لاحظنا صغاري، أريد تأمل الصورة التالية. من يقول لي إلى ماذا ترمز الصورة الأولى؟ تفضل يا زان. صيانة الأجهزة الكهربائية وهي موصولة بالتيار الكهربائي. أحسنت يا رائع، أحسنت يا صغيري. تفضلي يا زينة، إلى ماذا ترمز الصورة الثانية؟ وضع أكثر من جهاز في مأخذ واحد للتيار الكهربائي. أحسنتي. الصورة الثالثة يا لور، تفضلي. لا، لمس الأجهزة الكهربائية وجسمي مبلل بالماء. أحسنت يا صغيرتي. والرابعة، الصورة الرابعة حيدر. عدم الاقتراب من مخاطر الكهرباء. أحسنتم يا صغاري. دعونا نعود إلى صفحة الدرس. نلاحظ هنا صغاري، رأينا الصور الثلاثة. السؤال الأول، أجب بنعم، بصح أو خطأ. وصل أكثر من جهاز كهربائي في مأخذ كهربائي واحد قد يسبب الحرائق، هل هو صحيح أم خاطئ؟ تفضل. نعم صحيح. صحيح، شكرا لك يا ورد. إدخال سلك معدني في مأخذ تيار كهربائي يسبب صدمة كهربائية يا لور. صحيح. صحيح. الصورة الثانية، ترمز إلى الأمان من مخاطر الكهربائية لمار. خاطئ. الصورة الثانية، ترمز إلى الأمان من مخاطر الكهرباء. انتبهي يا صغيرتي. نعم، هنا ترمز لنا بأنها لا نقترب، ممنوع الاقتراب يا صغيرتي من الكهرباء لأنها تنبهنا بأن هناك مخاطر. ترك السخان الكهربائي موصولا بالتيار الكهربائي في أثناء الاستحمام يا ورد، تفضل. خاطئ. عدم لمس الأجهزة الكهربائية الموصولة بالتيار والجسم مبلل بالماء لمار. لمار، عدم لمس الأجهزة الكهربائية الموصولة بالتيار. نعم. أحسنت، جواب صحيح. لنعود إلى عدم وضع مواد قابلة للاشتعال بجانب الأجهزة الكهربائية التي تنشر طاقة حرارية يا حيدر. صحيح. غلط. عدم صحيح. وضع لا نضع مواد قابلة للاشتعال بجانب الأجهزة الكهربائية. صحيح. إجابة
صحيحة. بوركتم يا صغاري. والآن بعد أن عرفنا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق، أريد منكم أن تعطوني أو تكتبوا في الدفتر ما هي إجراءات الأمان والوقاية والسلامة من مخاطر الكهرباء. أريد إجابة من كل شخص فيكم. شكرا لكم. انتهيت يا زينة. شكرا لك يا صغيرتي. هل انتهيتم من الحل؟ نعم. بداية نبدأ بك زينة، تفضلي صغيرتي. عدم وضع عدة أجهزة في مأخذ واحد للتيار الكهربائي. أحسنتي يا صغيرتي. بوركتي يا صغيرة، تفضلي. فصل التيار الكهربائي عند صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية. أحسنتي، تفضلي يا ليمار. عدم النوم في غرفة مغلقة والمدفأة مشتعلة. أحسنتي، تفضلي يا حيدر. عدم وضع أكثر من جهاز في مأخذ واحد للتيار الكهربائي. أحسنت يا حيدر، رائع يا صغيري، تفضلي يا زان. عدم إدخال الأجسام المعدنية في مأخذ الكهرباء. أحسنت يا يزن، تفضل يا ورد. عدم وضع المواد القابلة للاشتعال أمام الأجهزة الكهربائية التي تنشر طاقة حرارية. أحسنت يا ورد، الرائع. والآن صغاري لنصل إلى سؤال أيضا أتفكر، وهو سؤال التفكير الناقد والعصف الذهني باتباع نفس الطريقة استراتيجية عواد المثلجات، ولنسحب اسما من هذه الأعواد وسيتم الإجابة عليه. بدأت القلوب تدق، من سيقع الاختيار عليه؟ من سيجاوب على السؤال؟ لنسحب. زينة صغيرتي، وقع الاختيار عليك. سؤال كالتالي: يلبس رجال الإطفاء خوذا مصنوعة من الألياف الزجاجية في أثناء عملهم في إطفاء الحرائق الناتجة عن الكهرباء، وضح ذلك. لأن الزجاج عازل للتيار الكهربائي. هل إجابتها صحيحة يا صغاري؟ نعم. صفقة لكم جميعا يا أحبائي. إذن أيضا إجابة أخرى لضمان الحماية والأمان، ولأن الزجاج غير قابل للاشتعال أو توصيل الكهرباء. ولكن قبل أن نقوم بأسئلة قبل قراءة قاعدة تعلمت، سنقوم بتطبيق الاختبار أسئلة التقويم النهائي. أنا سأوزعها عليكم يا صغاري فلتتم الإجابة عليه. معكم دقيقة واحدة كالطريقة التقويم المرحلي. كل مجموعة تنتهي من الإجابة فلتضع قلمها جانبا، وليعلن قائد المجموعة نتائج ما توصلت إليه مجموعته. بوركتم، رائعون، أحسنتم. والآن يا صغاري تفضل قائد المجموعة. أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة: يجب عدم ترك المواد القابلة للاشتعال قرب الأجهزة الكهربائية التي تنشر طاقة حرارية. أحسنت يا رائع، تفضلي يا ليمار. أكمل الفراغات الآتية بالكلمات المناسبة: التيار الكهربائي هو حركة الإلكترونات في الدارة المغلقة. أحسنتي، تفضلي يا ليلور. أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة: جهة التيار الكهربائي في دارة مغلقة من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج الخلية الكهربائية. أحسنتم يا صغاري، هذا القسم الأول من التقويم النهائي. القسم الثاني هو استراتيجية الكرسي الساخن، سيتنفذه لنا صديقتنا ليمار. هل أنت جاهزة يا ليمار؟ نعم. إذن يا صغيرتي، من سيقوم بسؤالك؟ من سيقوم بسؤال ليمار بعد الأسئلة؟ تفضل يا يزان. عرف الخلية الكهربائية. تزود الدار المغلقة بالطاقة الكهربائية وتنظم حركة الإلكترونات فيها.
عددي أقسام الدارة الكهربائية. الخلية الكهربائية والمصباح الكهربائي والقاطعة. أحسنت، شكرا لك، تفضلي. عرفي التيار الكهربائي. هو حركة الإلكترونات في الدارة الكهربائية المغلقة. أحسنتم يا رائعين، كما أنا فخورة بكم. القسم الثالث من التقويم آخر الدرس، نريد منك شرح ما طبعا صديقنا زميلنا يزن قد قام بصنع وسيلة للدارة الكهربائية، الرجاء شرحها لنا. تفضل. كما رأينا على الشاشة دي، هذه خلية هذه دارة كهربائية. تتكون الدارة الكهربائية من أسلاك التوصيل، البطاريات، القاطعة والمصباح. عند وصل عند أرينا وصل القاطعة يبدو الضوء. تفضل. عند وصل القاطعة يضيء المصباح لأنها تسمح بمرور التيار الكهربائي، وعند فصل القاطعة لا يضيء المصباح لأنها لا تسمح بمرور التيار الكهربائي. بوركتم يا صغاري، حفظكم الله. والآن سنقوم بقراءة قاعدة تعلمت كل منا بدوره، مشكورين. تفضل ورد. الخلية الكهربائية تنظم حركة الإلكترونات ولا تولدها. أحسنت يا صغيري، تفضل يزن. التيار الكهربائي هو حركة الإلكترونات في الدارة. أحسنت حيدر. جهة التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية خارج الخلية الكهربائية من القطب الموجب إلى القطب السالب. تفضلي يا لور. يتعرض الإنسان لمخاطر متنوعة نتيجة عبثه بالتيار الكهربائي. شكرا لكم يا صغاري. في نهاية درسنا صغاري، يسرني أن أتقدم بأصدق الشكر وأبلغ التقدير لكادر المنصة التربوية السورية على حسن الاستضافة الكريمة، ولأسرتنا في مدرسة الشهيد يامي محمد فياض، ولموجهتنا التربوية القديرة السيدة العظيمة نجاة العدي كل الاحترام والتقدير. دمتم ودامت بلدي سوريا بلد العلم والمعرفة. شكرا لكم يا صغاري ولمشاركتكم الجميلة وجهودكم المبذولة. شكرا لكم متابعينا الكرام، نسأل الله أن نكون قد قدمنا الفائدة المرجوة من هذا الدرس، ودمتم بألف خير.